من الفيوم ننتقل إلى الشرقية مباشرة مع دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير دكتور ممدوح. صباح الخير دكتورة منى. صباح الخير أستاذ همام. صباح الخير على الشعب المصري. صباح النور على حضرتك. الآليات اتفضلي منى. اتفضلي. بنتوجه بنفس السؤال برضو ونفس الموضوع اللي احنا فيه، لأنه ده قرار حقيقة الناس كلها زي ما كنا بنقول منذ لحظات دكتور ممدوح، من ناس كتيرة كانت متشككة في تطبيق هذا القرار، فكرة عدم السماح للمواطن بدخول أماكن العمل أو بعض أو الأماكن العامة، الموظفين طبعا، إلا بعد تلقي اللقاح. فالناس تشككت في هذا الموضوع، ولكن يبدو أنه يطبق فعلا. كيف هو الحال في الشرقية يا دكتور ممدوح؟ هو طبعا طبقا لقرار دولة رئيس الوزراء جميع العاملين هيلتزموا بالتطعيم، واللي ما طبعا ما جابش شهادة تطعيم معاه تم منعه من دخول كل المنشآت الحكومية الموجودة داخل المحافظة، لأنه هو قرار بيطبق بصرامة شديدة جدا للسيطرة على الجائحة. وحضرتك عارفة حجم تعداد السكان أو الكثافة السكانية داخل محافظة الشرقية، فلازم بيبقى إجراءاتنا بتتاخد بجدية شديدة جدا. إيه هي الآليات دكتور ممدوح؟ يعني هل بيكون على كل مقر مصلحة حكومية أو مقر حكومي بيكون في فرد أمن بيكشف على الموظفين وهم داخلين إذا كان هو تلقى اللقاح ولا لا؟ طبعا هو مش فرد أمن، إنما هو أكتر من فرد، عشان برضو ما يحصلش تزاحم الصبح، لان حضرتك عارف ان اعداد الموظفين اعدادهم كبير، فبيبقى على طول كل واحد يا اما معاه الشهاده يا اما صوره من الشهاده على التليفون بتاعه بنسمح له بالدخول، ما كانش بيرجع وبنخاطب الصحه على طول بحيث ان هو يروح يطعم ويجي على طول. وانا بعتقد احنا في القطاع الحكومي عدد الاستجابه بالنسبه للعاملين عدد جيد جدا، ونسب التطعيم عاليه جدا عندنا داخل الديوان العام داخل مديريات الخدمات اللي موجوده داخل محافظه الشرقيه. ايه الوضع عند حضرتك يا فندم من حيث اتاحه اماكن التطعيم للساده المواطنين وبالتالي الموظفين طبعا؟ يعني فكره الموظف اللي مش هيقدر يدخل مكان عمله لانه ما اخدش لسه تطعيم، وحضراتكم بتوجهوه للذهاب على طول يطعم ويرجع، وده ما بياخدش وقت الحقيقه. التسهيلات الحقيقه في كل حته ممتازه. اماكن العمل اللي بيحصل فيها التطعيم، قرب مكان التطعيم من مناطق التوزيع الجغرافي، يعني بقصد ايه الوضع عند حضرتك يا فندم؟ احنا عندنا زي ما حضرتك عارفة وزي ما كل المحافظات وزارة الصحة موفرة اكتر من مكان للتطعيم، بحيث ان حضرتك حتى في عربيات متحركة، في عندنا عربيات زي ميكروباصات بتلف الميادين بتخش القرى بتخش العزب. الجهات الحكومية كلها في نقاط، كل مجموعة مربوطة بمركز تطعيم، فبالنسبة لتوفير توافر أماكن التطعيم فهي ما فيهاش مشكلة، وقربها برضو ما فيهوش مشكلة. بنعمل حملات يومية موجودة زي ما قلت لحضرتك في الميادين في القرى في العزب، بنستعين كمان على التوعية الشديدة جدا داخل القرى بالرائدات الريفيات اللي بيقوموا بدور ممتاز في هذا الموضوع، وفي رؤساء الوحدات المحلية. تعرف حضرتك القرى والعزب مرتبطين أكتر طبقا للثقافة بالرائدات الريفيات والوحدة الصحية، فعلى طول بيعملوا التحرك ده، وفي استجابة جيدة جدا. وأنا بطمن حضرتك محافظة الشرقية نسب التطعيم فيها عالية جدا، حتى حصتها من جرعات التطعيم أنا بعتقد إن هي ثاني محافظة بعد محافظة القاهرة في حصة التطعيم، لأن في نسب تطعيم عالية جدا داخل. وبرضه بحكم إن محافظة الشرقية من أكثر المحافظات اتساعا من ناحية جغرافية وكثافة سكانية من حيث عدد السكان، وحضرتك أشرت نقطة مهمة إلى القرى والنواحي والنجوع والأرياف في محافظة الشرقية، وهي ربما التي تحوز على النسبة الأكثر في الكثافة السكانية. ازاي بنقدر نوصل للناس الموجوده هناك؟ ازاي بنكون حريصين على حتى تفعيل هذا القرار ومنع دخول الموظفين غير المطعمين الى المقرات الحكوميه، ولاحقا بعد اسبوعين ان شاء الله منع اي مواطن من دخول هذه المقرات؟ انا اتحدث هنا عن الوحدات المحليه، اتحدث عن المدارس، عن الوحدات الصحيه، المستشفيات وكل المقرات الحكوميه المختلفه. هو زي ما حضرتك قلت يا استاذ امام، في كمان اضافه لو حضرتك سمحت لي. اتفضل. ان محافظه الشرقيه فيها مدينتين صناعيتين كبار وفيها منطقتين صناعيتين كبار، حضرتك بتتكلم على اكتر عدد وافدين لهذه المدن قد يفوق 600,000 وافد يوميا، فبالتالي محتاجه اجراءات من نوع خاص بتتم داخل هذه المدن، و
المناطق الصناعية، اتعمل حملات على المصانع لتطعيم جميع العاملين في المصانع، اتعمل حملات على المناطق كلها، فده كان إجراء جيد من فترة مديرية الصحة بتقوم بيه بالفريق الكبير اللي بنستخدمهم في عمليات التطعيم. أما بخصوص الوحدات المحلية، حضرتك عارف تماما أن الثقافة في القرى مختلفة عن المدن تماما، وكلهم مرتبطين بالوحدة المحلية ومرتبطين بالوحدة الصحية. الوحدة الصحية فيها رائدة ريفية هي دايما اللي احنا بنستخدمها او ان احنا بنعتمد عليها في التثقيف والتوعية في قضية السكان واستخدام تنظيم الأسرة، وفي استخدمناهم برضو في حملة فيروس سي. فبالتالي في الوقت الحالي احنا بنعتمد عليهم في التوعية داخل القرى والعزب من ناحية التطعيم والاستجابة للتطعيم. فثقة المواطن داخل في هؤلاء الرائدات، بجانب حضرتك عارف الوحدة المحلية هي بتمثل كل شيء بالنسبة للمواطن في القرية، هي مصدر الخدمات، هي الدولة بالنسبة للمواطن. بالضبط يا فندم. فبالتالي بنتحرك من خلالهم طبعا، بجانب طبعا التنسيق مع المجتمع المدني والحراك اللي احنا بنقوم بيه هناك. وانا شايف ان الاستجابه زادت جدا في الفتره اللي فاتت للتطعيم، وده اللي ادى لتوفير جرعات كبيره داخل محافظه الشرقيه. الدكتور ممدوح غراب، محافظه شرقيه، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه التفاصيل. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك يا فندم. ده طبعا كانت متابعه هذا الصباح، وهي متابعه مهمه جدا، لان النهارده 15 نوفمبر اول يوم تطبيق قرار اللجنه العليا لاداره ازمه كورونا بعدم السماح للموظف بدخول مكان عمله الا بعد تلقي لقاح كورونا.